وبزاف هي ضص، يعني ضص كبير. ضص كبير هو ان بنادم خصو ليميتي لي زامي ديالو، ليميتي يغاردي لو كونترول ديالو، ما يابوزوش يعني في الـ ما يتطلقش بزاف، يعني خص ديما الحيطه والحضر من 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 لونتوراج ديالك كيف ما كان، كسوسوا دي زامي ولا ميم تا فامي، راه يفو بروندر فريمون دي ديستونس. نقول لهم معذره وسمحوا لي وما قصرتش هذاك الشيء اللي قلت، وما كنت في حاله يعني كنت عند غير وعي و جي با بونسي سكو جي دي. انا كنسحب هذاك الشيء كامل اللي قلت وكنقدم اعتذار ديالي يعني، وكنلتمس الصفح والعفو من كاع المغاربه قاطبه ومن الائمه ديالنا الله يخليهم لينا، ومن استاذ عبد الله بن كيران اللي قامت الاسم ديالو كيكتب دابا بالمعزه ديالو، لانه يعني رجل سياسي محترم وقائم بذاته، وماشي انا اللي غادي انا اكس كنضحك معاه ولا شي حاجه بحال هكا. كنطلب العضو يعني وكنعتذر. لا انا ماشي ملحد ما والو، الناس عطفوا معايا كنشكرهم، والناس اللي تفهموا الوضعيه اللي كنت فيها كنشكرهم اوسي، والناس اللي كيقولوا عليا ملحد انا كناكد لهم انني انا ملحد ما والو، ما عندي علاقه بهذا الموضوع. انا مسلم ابا عن جد، وكنصوم رمضان وكنصلي التراويح ديالي وكندير عيد الاضحى وكندير كاع الشعائر الدينيه ديال الاسلام. قلت لك هذيك كانت يعني زله لسان ما عندها علاقه ب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.